Okay, last part in this section, calculator. Kolkom absolutin, ankom calculator. I can tell you from my experience, a lot of students don't know how to use the calculator. You then try to practice and try to be ready before the exams. Okay, so اللي عنده calculator يبدأ يجرب الحين. So using the calculator, كم sin 50 degrees؟ مين يحسبها لنا؟ 0.76. 76. Okay, call four digit. Hey, bad. 6 0. Four. موافقين؟ Cosine 40 degrees. Cosine 40 degrees. The same. It is equal to sine 50. Sine 50, all of the calculator. Okay. Cosine pi over 5. 0.9999. لازم بالراديان. 0.8090. Do you agree? No. No, شفتوا. كم مالا 0.8090. Do you agree, هذه؟ أنا طلعت القيمة الأولى. طلعتك القيمة الأولى. يلا تأكد. يلا لازم تجري. إذن هنا شو لازم؟ وين ليش خطأ هذا؟ شو وين الخطأ؟ لازم يرجع الجرير ويقول لهم. كوساين. رجعوا لي فلوسي وبعتوا لي حاسبة خربانة. المشكلة في الحاسبة ولا المشكلة في كيف استخدامها؟ إذا وين الخطأ هنا؟ المود دكتور، حط مود فور. المود هنا الزاوية هذه شو الوحدة؟ فور. What's the unit? It's in radian. وهذه it's in what the unit here? Degree. It's in degree. قلنا we have different units. كيف تعرف الحاسب انك تحسب لك بالدجري ولا بالراديان؟ بالمول. لا لا، تشوف حاسبه كيف تعرف اللي هي دجري ولا راديان تحسب؟ في صغير اللي فوق، في حرف دي فوق، حرف الدي او حرف الار. اوكي، اذا هي دي ما تعطيها باي اوفر 4، اذا هي ار ما تعطيها 40 degrees. اوكي، اذا شو نسوي هنا؟ اذا هي بدي كيف نحسب احنا بالراديان؟ بالحاسبه شفت مود بعدين فور. لازم تغير المود، لازم تغير المود قبل، لازمك تتاكد انك you have the correct unit. اذا to have d which mode؟ لازم تسوي shift mode 3 to have d to get d which means degree. لازم تسوي shift mode 4 to get radian. في بس d و r ولا في حروف اخرى؟ في حروف اخرى. في also g. بس احنا ما نشوف هذا g. اوكي، اذا احنا اللي همنا 3 وال 4. اذا بالراديان وفي الاف تسوي شيفت مود 3 ترجع للدجري، اذا بالدجري شيفت مود 4 حتى يو سويتش تو راديان. اوكي، اذا تحط زاويه كده وهي انت عندك دي النتيجه فولس. اوكي، سو اتس نايس تو هاف ذا كالكوليتر، لكن ات ليست يو ماست نو هاو تو يوز ات. الرابعة second، مين أحسب لنا second؟ بالراديان. راديان ولا دقري هذه؟ بالراديان. كيف نعرف؟ ليش راديان؟ كيف عرفت؟ ما في علامة ال. ما في علامة الدقري، لما ما في علامة الدقري يعني براديان. إذا بالدقري لازم يكتب لك العلامة. أوكي؟ طيب دكتور،
كيف نحط السك بالحاسبة؟ كيف نحط السك في الحاسبة؟ ما عندك سك في الحاسبة؟ مين عنده سك في الحاسبة؟ موجودين كوس ماينس وان. لا اللي يستخدم كوس ماينس وان no it's not one over cosine. لا لا مو هذه نطلع الناتج بعد ال... لا لا مهمة الملاحظة هذه. cos minus 1 راح نشوفها section 6. it's not the reciprocal, it's the inverse function. okay, f inverse قلنا it's not 1 over f for function. these are not powers, they are notation. okay, so second اتفقنا انه بالcosine لازم تشتغل. إذن عندك طريقتين، يما تعمل 1 over cosine of 1.5 يما تحسب cosine 1.5 ولازم تتأكد أنه هي بالراديان، وبعدين عندك زر x minus 1 not cosine minus 1. okay so it's 1 over cosine. يا إما تسوي shift mode 4 to radian, this gives you cosine, and then you press the button x inverse. يعطيك 1 over this. أو تكتبها كلها واحد قسمها cosine 1.5. So you have the choice. Okay. Now جربوها. And check that you get the correct answer. دكتور جربت الطريقة حقتك طلعت. I got it. You got the correct answer? Yes, yes. Yes. So you have the choice. واحدة من لكن لازم تمر من الكوساين. Okay. يلا same question. Sine 20 degrees. 0.3420. 23 موافقين؟ وصلتوها الكل؟ yes لكن باقي 25. اوكي اذا هنا هذا راديان لازم تسوي شيفت مود 4. الاخيره 1.000. موافقين؟ لا نورد لأنك لدينا سوي شفت مود لازمك ترجع 1.8360 لازمك ترجع للدقري لازم راديان ترجع للدقري. إذن هي لازم تحسب الساين وتتأكد إنه the angle is degree. 1.8360. Okay. So be careful R ولا D. Before قبل ما تبدأ تحسب تأكد R ولا D عندك ولا G أصلاً. Okay. So be careful لما بين سؤال وسؤال مرة راديان مرة دقري لازم كل مرة مصحصح كل مرة تغير المود. اتفقنا؟ طيب دكتور وش الجي بالضبط؟ جي جراد واحدة ثالثة. كان هنا we stick to degree and radian which are the most used.